السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما خلص شغل على برنامج الريفت وتظبط الإعداد بتاعتك من أناليسيز، تبدأ تظبط الحاجات اللي تنج عند كولينج لود، وتظبط السبيس والزون، وتعمل الإنرجي سيتنج بتاعتك والإنرجي سيموليشن، الحاجات الأساسية. تمام، هتدخل في أدنس هتلاقي الإكسبورت بتاع ديزاين بيلدر لو أنت وصلت بديزاين بيلدر. تمام، هنا بقى بيسألك بعض المعلومات عشان يصدر لك الملف الجي بي اكس ام ال، وده انت ممكن تعمل له من زاد بيلدر تقول له امبورت. تمام، فهو بيقول لي تولرانس قد ايه، اللي عايز ستوري بلوكس ولا لا، الثيرمال بروبرتيز ولا لا، الخصائص بتاعت المشروع محتاجها ولا لا. هقول له انا عايز كل خصائص المشروع واقول له فينيش، وهيبدا يجمع لي المعلومات من المشروع ويصدرها لي كملف يتقري هناك على ديزاين بيلدر جي بي اكس ام ال. اهوت ويبدأ يجيب لي ريبورت عن المشروع اهوت، عدد الزون، عدد البلوك اللي موجود في قلب المشروع. انا بقول له ان انا شفت المشروع اهوت، دي البلوكس اللي موجودة. ده موتمبليت تقدر تختار مثلا حاجة معينة. طبعا مش معقول يكون اللوكيشن جزء من المبنى في الصين وجزء من المبنى في مصر، يعني اكيد كله في نفس المكان. الاكتيفيتي بتاعت المشروع الزونه ديت تقدر تختارها من هنا، والجلازنج، الاتش باك، اللايتنج، تقدر تختار الحاجه الخاصه بيك اللي انت شايف انها مناسبه للمشروع دوت. تمام، وتقدر تشوف التقرير عن عن الموديل، عن التقرير المختصر سيرفيس روبوت، وبعد كده بتقول له ستارت ديزاين بيلدر على اساس ان هو يصدر لك المشروع دوت. تقدر سيفه اهوت كديزاين بيلدر، سيفه كجي بي اكس ام ال، سيفه كريبورت. تقدر تقول له سيف، بيقول لي الفولدر ده ما ينفعش تسيفيه، فهنسيف على الديسكتوب وخلاص.